اعتمادي حق قال لك هاد القضيه هادي قال لك راه كيبغي وحده اخرى. ما قالوش ليا كذاب قسما بالله كذاب يا الغدار. انت ما ضحكتش عليا بغيت ربي وخذ فيك الحق في هاد النهار. كيما ضحكتي بوي كيما ضحكتي انا بو انا ما بغيت ربي وخذ فيك الحق يا الغدار. ودابا دابا قسما بالله انت غادي ندير لك شوها بالله يا الغدار. وسير عندك المسخه سيدي دابا ما بقى لا جوج لا والو مزيانه ما بقاش شي حاجه بيني وبينك سير بوي وخذ فيك الحق في هاد النهار يا الغدار. بغيت ربي ما يكملش عليك في حياتك. وشوف عقل انا عقل انا هاد النهار مزيان راه دعاوي الاولاد راه كيخرجوا يا المسخ سير بوي وخذ فيك الحق. ما ود غير يقول لي صافي اسمح لي من الناس ما جاتش حاجه من فوق مازال ما جاتش جرح فيا بغيت ربي دوز عليك رزق الله هذا بغيت ربي ما يكلمش عليك الشماته. دابا مازال عندك توش عندك عندك الوجه الدوي بحال هكا عندك عادي وش عندك عادي وجه الدوي بحال هكا ما عندك ما كتحسش واش ما كتحسش بالناس واش ما كتحس صافي سالينا سير عند هذيك الكلبه ديالك اسمعني سالينا مثل عندك وشوف قسما بالله شو غادي نسوق مع العائلة كاملة. سالينا 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 الناس عيطت ليا قسما بالله سالينا الشوا ولا في صداركم الغدار الله ياخذ فيك. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. خطيب ندير واحد الكلمة خطيبي الله يجزيك بخير. خطيب ديالك؟ دايرين عقد؟ لا يلا كنطلعوا في الوراق. كتطلعوا في الوراق؟ اه يعني موجدين كل شيء؟ موجدين كل شيء ناري كتحمل مسؤوليتك؟ خايفة واحد شوية ولكن ما عرفتش. ياك يعني موجدين كل شيء باقي خصكم على العقد؟ اه باقي خصنا غير العقد وفهمت وفي الايامات الاخرى وليت كنحس بحال 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 ناس بدال بحال هادو كندير لي التيست وصافي. واخا شنو سميتك اختي؟ سميتي مديحة. مديحة شحال السن ديالك اختي مديحة؟ عندي 22 عام. 22 سنة فين ساكنة؟ ساكنة في الرباط اخويا. ساكنة في الرباط شنو سميتو هو؟ سميتو أسامة. أسامة شحال السن ديال أسامة؟ 26 عام. 26 سنة فين ساكن؟ ساكن في كازا. كازا شحال شحال هادي باش تخطبتوها اختي مديحة؟ تقريبا دابا شي 6 شهور هكاك ولكن حنا 3 سنين حنا كنعرفو بعضياتنا. 3 سنين نتوما كتعرفو بعضياتكم 6 شهور باش تخطبتو وباقيين كتواصلو خلاص عادي ما خاص منا والو. لا لا ما مخاصنيش ولكن بدا كيتبدل عليا واحد الشيء ما عرفتش واش مايمكنش مي درتو خطوبة اختي مديحة واش غيتبدل عليك هذا؟ ما عرفتش الصراحة خفيفة واحد الشيء حيت شاكة بواحد البنت صاحبتي ويا ربي دير خير يا ربي صراحة خفيفة والله. يعني خاطبك وشاكه في شي صاحبتك؟ اه شاكه في واحد البنت صاحبتي حيت تما كتسنى كتكون جالسه معايا وكيكون معانا هو كيبقى كيدير فيه شي تشوفات ماشي هما هادوك ومهم انا ما كنبغيش نبين باش ما نبانش بعلوكة قدامه مي ما عرفتش انت بغيت نظلمها ولكن انا بغيت غندير التيست على الله وعسى ما عرفتش كنتمنى الله يكون خير يا ربي. وصاحبتك شنو سميتها؟ سميتها ساره. سارة واخا اختي عطينا الرقم ديالو زيرو قيد خمسة زيد اه اوكي الو الو السلام عليكم. كي داير بخير سي اسامه لاباس عليك؟ العائله الخوت الوالدين كلشي مزيان سي اسامه. سي اسامه 26 سنه مدينه الدار البيضاء معك سعيد خربوش من برنامج اهداء الليل راك معنا على المباشره سي اسامه ومرحبا بك معنا والشرف لينا تكون معنا في البرنامج ديالنا اسامه مرحبا بك. برنامج اخي اسامه مرحبا بك. يلا مرحبا اسامه 26 سنه من كازا. سي اسامه بحال ما قلت لك البرنامج ديالنا
كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت ليلي. عزيز عليك شي مفاجآت السي أسامة ولا والو؟ مفاجآت كيخلعو ولا ما كيخلعوش؟ نعم؟ مفاجآت كيخلعو. واش غادي نقول لك، حنا عندنا المفاجآت زوينين، وإلا كانوا كيخلعوك المفاجآت زوينين ما نعرف. سي أسامة، بحال ما قلت لك، البرنامج ديالنا برنامج المفاجآت الليلية. شارك معنا واحد الشخص، راه هو اللي عطانا الرقم ديالك والاسم ديالك باش نتصلوا بك السي أسامة، على أساس أنه شارك معنا في واحد المسابقة في البرنامج. طرحنا عليه 7 ديال الأسئلة، ربح معنا واحد الباك اللي غادي نقوله لك في آخر المكالمة السي أسامة، وبليس واحد قسيمة شراء ديال 3000 درهم. وللأسف الهدية ما كيديهاش الفائزة خي أسامة، الهدية كيفرض عليه قانون البرنامج انه يهديها الطرف الثاني ديالو كيكون كيعني له شي حاجه في حياته. هذا الشخص هذا قلنا له لما بغيتي تهدي هذه الهديه، قال لنا يا اسامه يردوا الهديه للبرنامج. مرحبا سي اسامه، انا غادي فيها الفلوس. مرحبا مرحبا، انا غادي ندوز لك. اوكي الو استاذه، الله يخلي لك الوالدة. الو استاذة، وي الصوت ديال اسامة وادا. النمرة ديالو مأكدة. اوكي خي اسامة، عندنا واحد التحدي صغيور قبل ما ندوز لك هاد الانسة هادي، ما عاد من توقعتي تكون جاية في نظرك هاد الهدية هادي؟ لا خلينا، شوف سي اسامة، صراحة عقدتي لنا الامور بزاف والله. خلي على الوالده، خلي على الحب ديال الوالدين والخوت وداكشي، هذاك راه حب بوحد وهذاك ما عنده علاقه، هذا حب بيناتكم انت وهاد السيده هادي، كتباغوا مع بعضياتكم، كتخرجوا عايشين الحب والحياه السعيده. وانا كنقول لك هي بكل ثقه في النفس كتقول انت كتبغيها، ما عرفش شكون اللي خلاها الثقه في راسها لهاد الدرجه هادي. كتبغيها بزاف، ما عاد من توقعتي تكون جايه هاد الهديه في نظرك. وشكون هاد الانسه اللي غتكون فاجئك في هاد الليله؟ علاش؟ باش نعرف انا معاك ولا ماشي. لا هي معانا السي اسامه، وفقط انت غتقول لنا اسم، ما تقولناش شنو كديروا ولا شنو. اوكي نمشي معاك على خطك، ولكن ما نقولش لك فين نمشي. لا لا ضروري تقول لنا الاسم ديالها او اخر مره تلاقيته. واخا خصني نقول لك فين نمشي، نشوفك فين بغا نشوفك. سميتها يسرى. نعم؟ يسرى. يسرى. هو هي اللي معنا اسامه، مالك صاحبي؟ يا 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 اخر مره تلاقيتي مع يسرى؟ لا اخر مره تلاقيتي مع يسرى؟ وباقيين كتواصلوا دابا؟ ولكن كتبغيها يعني هذه يسرى 8 سنين وانت معاها؟ 8 سنين انت معاها ولا شنو؟ 8 سنين وانا وياها. ايوا وباقي كتواصل دابا؟ انت تزوج بها وما كتبغيهاش؟ واخا بقى معنا ندوزو لك يسرى. سي اسامة، لا لا بلاتي، هي اللي عطاتك الفلوس ماشي حنا. واخا خويا نصالحوك مع يسرى. الو الو، لا لا ماشي معاك اسامه. الو اختي مديحه. مديحه وي خويا كنسمعك. مالك؟ والو كانت قدوزو لي انا كان ممكن. سمعتي شنو قال؟ وي سمعت والله.
حتى الشكوك ديالك ما مشاش. انت قلتي صاحبتك ساره هادشي وحده يسرى عنده معاها شي 8 سنين ورا ما كيسمعناش دابا. انا تبلوكي. انا فين قصيت يسرى ويسرى. سي اسامه هيا معاك يسرى. يلا هيا خويا وتصالح معاها. هيا راه ما كنسمعوكش مزيان اسامه. الو 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 صباح. الو عرفتيني ولا لا؟ وي عرفتيني. معرفش شكون انا. صافي عرفتك. مديحة وي خويا برد عابلتي عابلتي. معنا على المباشرة السي أسامة واخا هضرنا معاك راك على المباشر. فين على المباشر؟ كيفاش على المباشر؟ على الانستغرام. شوف ماني دابا باغي يعيط لك ما بغيتش يفهم معايا الغدار. الله ياخذ فيك الحق. لايف سي أسامة. لا راك معنا على المباشر. راك معنا على المباشر السي أسامة. شوف هضروا عام شويه باش نفهموا اسامه. ما كنسمعوكش اخويا ما كنسمعوكش مزيان. قلت لك هي عارفه تزوجي منها شنو؟ علاش علاش غادي نتزوج انا بها؟ علاش باغي تزوج بها انت؟ وهذاك شي اسرار بيني وبينها ما عندوش اسرار ديال فهمتي؟ يعني لا اسمح لي يا سي اسامه. ومن انت باغي تزوج بهذه وانت باقي كتبغي الاخرى مولات 8 سنين ولا شحال قلتي؟ واش عمرني قلت لها كنبغيك ولا عمرني قلت لها صافي. انا قلت لها المهم وقعوا مشاكل كاينين ظروف وهذا قلت لها صافي مرحبا ماشي مشكل ولكن انا راه قلبي عندي واحد اخر. اختي مديحه قال لك هذه القضيه هذه قال لك راه كيبغي واحده اخرى. ما قالت لي راه كذاب قسما بالله كذاب يا الغدار. كيما ضحكت عليه بغيت ربي ياخذ فيك الحق في هاد النهار. كيما ضحكت كيما ضحكت انا بوي لما بغيت ربي ياخذ فيك الحق يا الغدار. ودابا دابا قسما بالله حتى غادي ندير لك الشوها بالله يا الغدار. وسير عندك المسخه سيدي لا ما بقى لا جوج لا والو مزيانه ما بقيت حتى شي حاجه بيني وبينك. سير بوي ياخذ فيك الحق في هاد النهار يا الغدار. بغيت ربي ما يكملش عليك في حياتك. وشوف عقل انا عقل انا بنار مزيانه دعوت الاولاد راه كيخرجوا يا المسخ. سير بوي ياخذ فيك الحق. لا تي لا تي قطعت اخي اسامة. خويا انا رجل اللي كاين اللي كاين اللي كاين الدري دوز معايا 3 سنين. ولكن بلاصتو عادي انا عمرني واحد شي بالزواج. بقى معنا نكمل معنا نكمل. كيتفرجوا فيك الناس السي اسامة. الو اختي مديحة. الو
عرفتي مديحة هو معك تفضل. اكثر من الجرح هذا خي سي اسامه اكثر من الجرح هذا اللي جرحات. كاينة بصح السؤال ديالي قلت لك شكون اللي كتبغي؟ يعني كتبغي أسرة؟ اختي مديحة الو اختي مديحة صافي يلا اختي صافي اختي شوف شي كلمة للمرحوم and then
مثلا اصلا المستوى ديالك من المستوى ديالها. وسير عندها سير عندها شي الله يطلق بها. اصلا انا ما بقاش كيشرفني نتلقى مع واحد سمعت بحالك دابا ربي جاب لي صوت الناس ونتايا ما كنبغيش نسمع منك. انا دار ما عارفين غادي انا غادي نتزوج. ايوا فهاد انا يا سيدي نوضي الدار الله يبغي يعرفوني غادي يعرفوني يعرفوني مثلا اللي فيها لا فوت وليت لبابا وماما اللي مسؤولين عليها هاد الله يبعد وسمعوا ضحكك هاديك الساعة انا الحمد لله سكي سكن تاعي دابا شوف دابا خويا دابا الله يسهل عليك سير عطيني ابتسا ولدت كاملة كنبعد وانت عارف اللي دابا هي اصفاتي وبلا سي الله ياخذ فيك الحق في هذا النهار سي الله ياخذ فيك الحق في هذا النهار يا سمعت بزاف عليك تكون راجل بزاف عليك تكون راجل وسير دابا شوف راه عندك اختك سمعتي راه عندك اختك عندك اختك ما تنساش على ردني دوارها وكلمتي قلتي لك سودان دابا ربي يهد الله ما يلحق الله عند اختك وتوي اوه من بعد ديك الشهر ديالك الارض كنا بغيتي تسمع يمك صراتي وصرف خوتي صرف ضل الارض سي الله ياخذ فيك الحق سي الله ياخذ فيك الحق سمعتها راه شوف راه هادشي كامل كلشي عارفك ماشي راجل كلشي عارفك ماشي راجل الناس اللي كيتحوجوا عارفينك ماشي راجل وانا كنتمنى ربي يجيب لي ولد الناس حيت انا بنت الناس والحمد لله. آي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي شي كلمة للمرحومة أختي. الله ياخذ فيها الحق وتبقي تخيبي لي في العالم الله ياخذ فيها الحق هادشي اللي غادي نقول الله ياخذ فيها الحق. تحياتي لك سي أسامة. تحياتي لك اختي مديحة. الله يعوضك اختي الله يعوضك. وانا كنقول لك سير شوف والله شوف حبس هاد الدموع دابا. انا كنقول لك اختي الله يعطيك الرضا والله سالينا ما قول مشكلة شو انا قدام الناس وقدام العائلة كلشي عرفني بلا كتمشي ما عرفتش اه باقي كيصوني او كيعيط سير لا خويا عافاك ما صافي ما كتبغيش تهضر معاه تهضر معاه او كيصوني تحياتي لك اختي مديحة. شكرا الله يكون معك اختي والله يصبرك والسلام ولا حول ولا قوة الا مالي الدار مالي الدار فراسو ماشي هذا لا تتعرى تتشد ما من وميات الله يفهم اش من وجهة المشكلة انا اللي بغيت وانا اللي نزلت على الدار المهم اخويا صافي سمحتي يا كندمت علاش اصلا اختي مديحه انا غنسجل النمره ديالك عندي هنايا غنولي نتصل بك من بعد يلا حول ولا قوه يلا سلام سلام اختي سلام سلام